السلام عليكم. اليوم نروح نشوفو وين وصلت الأشغال بسوق نتاع الجملة نتاع الخضر والفواكه اللي ولاية قالمة واللي يقع ببلدية عين بن بيضة. عين بن بيضة مش عين البيضة اللي تقع في ولاية أم بواقي. إذن هذه بلدية عين بن بيضة واللي تقع في ولاية قالمة، وهذا مشروع نتاع السوق الجملة اللي يعتبر عصري، ما شاء الله يكون يؤدي الخدمة تاعو كما يلزم وتتنظم السوق نتاعنا في كل ولايات الوطن، لأنه فيه كتير أسواق تاع جملة هكذا في كل ولايات، ولازم التجار يلتزموا بالتخطيط ولا بروغراماسيون البرمجه تاع الاسواق هذه، وان شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.